السيدات والسادة، طيب الله مساءكم بريح المسك الذي تنفح أنفاسه في كل يوم جمعة نلتقي فيها معكم على سفرة واحدة لا حدود تفصلنا عنكم سوى الشاشة الوهمية. حبل المودة قد صار متينا بيننا بعد 4 أشهر من الصداقة التلفزيونية التي نبادلكم فيها بأهم ما وثقت عدسات مراسلينا لتكونوا على الحدث دائما بمجهرنا الصحفي الذي نعالج عبره الكثير من القضايا والمشكلات، وذلك لتحقيق رسالتنا الإعلامية التنموية التي تمتثل لنظرية المسؤولية الاجتماعية. فتغطياتنا لا تأتي عبثا ولا وفق مصالح شخصية بل وفق المنفعة العامة، وكما هي العادة تجري دائما نبدأ بأبرز العناوين. ديمومة العطاء تتحدى صعوبة الواقع، مركز غسيل الكلى بعزان. عكرت صفو المجاري واحتلت متنفسات مرتدي البعوض خور المكنة. المدينة بتعاني أساساً من مشكلة بيئية. بعد 5 أعوام من الانتظار، سيئون تبدأ جادة بانتشار سيول المجاري من قاموس معاناتها. لتنمية مهارات المبتعثين، ورش عمل تدريبية ينظمها نادي الطلاب الحضارم بماليزيا. شوايات اشترينا حق الدجاج، دي اشترينا بوابير نوع هذا كبير مضيل، كل الانواع هذه اشترينا. يتميز ببيع المنتجات محلية الصنع سوق الحرفيين بسيئون. وضعنا الاسم على حسب رغباتهم لأنهم يحبوا الاتحاد السعودي. استذكاراً لأعوام الزمن الجميل، افتتاح مقر الاتحاد في تاربة يحوي على صور قديمة لأعضائه. السيدات والسادة، أهلا بكم. العطاء المجتمعي هو أحد دعائم نجاح رأس المال المخاطر في القطاع الخاص، حين يقوم بدوره المجتمعي في تقديم الخدمات ووضع الحلول لكثير من المشكلات والمعوقات المجتمعية. وعلى هذه الوتيرة تمضي الشركة العربية اليمنية للأسمنت بدورها المجتمعي عبر عدد من المشاريع المجتمعية التي تساهم فيها مع الدولة. فمن حضرموت إلى شبوة وبالتحديد في مديرية عزان، بادرة إنسانية من الشركة أسهمت في تخفيف عبء السفر على مرضى غسيل الكلى. نتابع. مركز غسيل الكلى بمديرية عزان في محافظة شبوة قبلة لكل من هو في حاجة للعلاج، فهو يخدم شريحة واسعة من أبناء الوطن ويغني عنهم عناء السفر لمناطق بعيدة، إذ كان الحال قبل إنشاء هذا المركز عسيراً على أهل المنطقة والمناطق المجاورة، مما يضطرهم لقطع مسافات طويلة إلى عاصمة المحافظة أو عواصم محافظات مجاورة. نتيجة لظروف الحرب الدائرة في البلاد منذ ما يقارب 5 سنوات أو 4 سنوات، توقفت مخصصات مركز غسيل الكلوي من وزارة الصحة العامة والسكان لمحاليل ومستلزمات الغسيل الكلوي، فعانينا من صعوبات كبيرة في توفير المحاليل ومستلزمات الغسيل الكلوي، خصوصا مع توافد عدد من المرضى القادمين من محافظات أخرى نتيجة الحرب، سواء كان من عدن أو صنعاء أو تعز. وفي ظل ظروف الحرب التي تمر بها البلاد، أصيب المركز بشلل كلي
لعدم قدرته على توفير العلاجات اللازمة لمرضى غسيل الكلى، إلا أن تدخلات الشركة العربية اليمنية للإسمنت أنقذه من موت محقق، فأعيدت الروح لجسد المركز. لنا التواصل مع الأخوة في قيادة الشركة العربية اليمنية للإسمنت ورفعنا لهم الاحتياجات، فلبوا طلبنا بتوفير شحنات عاجلة من محاليل ومستلزمات الغسيل الكلوي، مما أسهم في استمرار مركز الغسيل في تأدية مهامه الإنسانية تجاه المرضى، وكذا أما لنا إمكانية استقبال المرضى من المحافظات الصراع. ويسعى القائمون على هذا المركز الصغير بمساحته العملاق بعطائه إلى الارتقاء بخدمة المرضى عبر التوسعة إلى مشروع أكبر وأكثر فاعلية، بدءاً بتأثيث مستشفى الكلى بالمديرية وتزويدها بالمعدات الطبية اللازمة لتدشين العمل فيها. طبعاً الشركة العربية للإسمنت تقدمت دعم كبير لتجهيزات المرحلة الأولى للمستشفى والمرحلة الثانية. طبعاً أسهمت الشركة العربية اليمنية للإسمنت في توفير عدد من الأجهزة التشخيصية النوعية للمستشفى، والتي لم يسبق أن دخلت إلى الخدمة في محافظة شبوة وعدد من المحافظات. وكذلك قدمت غرفة عمليات متكاملة لإجراء العمليات، حيث سيسهل للطاقم الطبي في إجراء أدق العمليات الجراحية لمرضى الكلى والمسالك البولية. وكذلك قدمت غرفة عناية مركزة، والتي يعد مشروع حياة لمرضى الحالات الطارئة من أبناء محافظة شبوة، لكون لا يوجد في محافظة شبوة غرفة عناية مركزة. لم يعد خور المكلا قبلة سياحية لزوار مدينة المكلا فقط، بل هو شريان حياتي مهم في جمع الشباب والنخب المجتمعية للتناقش وتبادل لأطراف الحديث في مجالات الحياة المختلفة، إلا أن رائحة الصرف الصحي التي تنفح بين فترة وأخرى متقاربة عكرت النقاء والصفاء السائد في الحوار والحديث، وصار التدمر واضحا من مرتديه وزواره. عدستنا تجولت في أنحاء جسر الخور لننقل لكم الصورة الواقعية هناك، ولنضع جهات الاختصاص عند مسؤولياتهم الموكلة إليهم. نشاهد. ما أن يحط الزائر رحاله بمدينة المكلا إلا ويجعل له من هذا المكان مقصدا لزيارته. خور المكلا الواقع بقلب مدينة المكلا، وتحديدا بين منطقتي الشرج والديس، ويصل بين جانبيه جسورا معلقة. فمنذ افتتاحه في العام 2005 ميلاديا كان ذا أهمية كبيرة من حيث إبرازه للمقومات الجمالية للمدينة، ومتنفسا سياحيا ومنظرا جماليا هاما، وأحد أهم المعالم السياحية بمحافظة حضرموت. لعب هذا المعلم دورا كبيرا في استيعاب الكثير من الزائرين وأبناء البلد، وأصبح متنفسا لهم لقضاء أجمل الأوقات في هذا الموقع. أما اليوم يفتقد هذا الخور لأبسط المقومات السياحية وغيرها، خاصة بعد تأثره بسيول عام 2008 التي سببت له أضرارا جسيمة، فضلا عن رائحة المجاري المنتشرة بين أرجائه وتزايد البعوض المستمر في جلسات الاستراحة في منظر يرثى له. أسباب كافية لتقلص أعداد الزوار لهذا الخور. قام اتحاد شباب مديرية المكلا بدراسة مشروع لصيانة وتطهير الخور المكلا، مجموعة من الشباب فيهم المهندسين فيهم المتطوعين فيهم من خيرة أبناء المكلا، قمنا بدراسة وحصر الحفريات والمواصير والخراب بشكل عام كله، طلعنا تكلفة كاملة إن شاء الله في القريب العاجل سيتم تنفيذ هذا المشروع لصيانة خور المكلا وتأهيله. في الآونة الأخيرة رأينا أن هذا المعلم أصابه نوعا من عدم الاهتمام واللامبالاة والإهمال، ولذلك نرجو من الجهات المعنية في صندوق النظافة والسلطة المحلية بالمحافظة والمديرية أن تعمل على الاهتمام
بهذا المعلم السياحي. رغم الغياب السابق للسلطات المحلية وعدم الاهتمام بهذا المتنفس الجمالي، إلا أنها باشرت مؤخرا بقيادة المحافظ اللواء الركن فرج سالمين البحسني بنزولات ميدانية للإطلاع على احتياجات الخور من ترميم وإعادة تأهيل وإحالة كل ذلك للجنة الفنية بالمشروع لمراجعة الدراسة وإنزال مناقصة خاصة. الآن في الفترة الحالية معانا أكثر من خطوة في المرحلة القادمة بإذن الله، بيكون فيها نشاط وبيكون فيها أعمال تصب في مصلحة إعادة تأهيل الخور. اليوم مثلا سلمنا الدراسات الكاملة لصيانة الخور، لإعادة تأهيل الخور، إعادة تأهيل الجسور والبنية التحتية الكاملة في الخور. أيضا في اتفاق مع بين السلطة المحلية في المديرية والمنظمة اليونوبس، منظمة الأمم المتحدة لتنفيذ المشاريع يونوبس، الاتفاق يقضي بأن المنظمة هذه برضو تطرح تمويلات كبيرة لصيانة الخور تصل إلى أكثر من 200,000 دولار تقريبا. يأمل المواطنون هنا بالمكلا في أن تنجز تلك الدراسات بأسرع وقت لانتشال وضع هذا الخور والبدء بترميمه، فالمعاناة لا زالت قائمة ولسان حال المواطن قائلا هل من مجيب؟ ما زلنا في قاموس الصرف الصحي نتجول، ولكن في هذه الجولة للبتر الجاد لأهم مفرداته التي انتظر بترها أبناء سيئون منذ عام 2014، إلا أن المشروع مورس بحقه التأخير حتى الأيام القليلة الماضية، حيث بدأت الجهود تأخذ مسارها الصحيح في تنفيذ المشروع وإنهاء المشكلة. لنكون في التفاصيل أكثر نتابع. حماية للبيئة وإظهارها بالمظهر الجمالي وتتبع لجمال شوارعها ومظاهرها الخلابة، تم استئناف العمل بمدينتي سيئون وتريم في تنفيذ مشروع مرافق الصرف الصحي المتعثر منذ العام 2014 للميلاد، وأصبح منذ ذلك الحين أملا يراود السكان المحليين لإنهاء معاناتهم مع مشكلة طفح المجاري وتسربها في الشوارع، والتي أصبحت مشكلة تواجههم حال خروجهم من منازلهم، فضلا عن تأثيراتها الصحية وجلبها للأمراض والأوبئة. مشروع مرافق الصرف الصحي لمدينتي سيئون وتريم. المشروع يتكون في سيئون من عقدين في مدينة سيئون، عقد خاص بالشبكات ولو مكونات، وعقد خاص بمحطة المعالجة. بالنسبة لتعثر المشروع وتوقفه وتعليقه، تم في 2014 بسبب مباشر موضوع المحروقات، أن الفترة هذيك كانت غير متواجدة بتاتا، وبدل من العمل عندنا في المشروع يتناقص والإنجاز يقل، وإلى أن حاولنا نضغط على المقاولين أنه يستمروا بالمكانات المتاحة ويفروا محروقات، أصبح الآن محروقات في السوق السوداء وبأسعار عالية جدا، فبتأثر على المشروع. وجدنا أيضا أنه الجانب الأمني أيضا كان في بعض المشاكل، كان معنا طبعا الاستشاريين معنا مصريين، في خوف ايضا على في الفتره هذيك على انه يحصل لهم اي مكروه، وهذه مشكله كبيره لو 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 حصل لهم شيء. وبعدما اصبحت مدينتي سيئون وتريم واجهه للزائرين من مختلف محافظات الجمهوريه، عملت السلطه المحليه بالمحافظه على استئناف المشروع في يوليو من العام الماضي بتكلفه اجماليه تقدر بنحو 65 مليون دولار بعمل شبكة أنابيب من منازل المواطنين في الأحياء وحتى محطة الضخ وأحواض معالجة المياه في مدة عملية زمنية لا تزيد عن سنتين. طبعا هنا مدينة سيئون مدينة كبيرة، يعني من المدن الكبيرة، وخاصة حاليا يعني يعتبر مركز مهم. يعني المدينة بتعاني أساسا من مشكلة
بيئية اللي هي مشكلة الصرف الصحي، لأن طبعا الصرف كان عبارة عن بيارات، البيارات طبعا بتصرف في الأرض ودي في منتهى الخطورة على المياه الجوفية وعلى الأساسات المباني كمان. فكان التخطيط أن يتعمل شبكة صرف اللي بيها أنا أصرف مياه الصرف وتبعد تماما عن المدينة، وفي الآخر في منطقة صليلة اللي هي على بعد تقريبا في حدود 20 كيلو من مدينة سيئون. بالنسبة للشبكات بدأنا فيها بالفعل من شهر 12، كان قبلها المحطة بدأنا قبل الشبكات من شهر 7 2018. نسبة التنفيذ هنا عدت يعني توصل لل 16 أو 15 تقريبا. وأدت الأحداث التي مرت بها المحافظة والوطن بشكل عام في الأعوام الماضية على الاستعانة بالكادر المحلي وتشغيله في المشروع لإعداد الدراسات والتصورات والعمل فيه باستعانة خبراء من خارج الوطن للعمل على إنجازه بسرعة عالية وبأحدث المواصفات. وتيحت لنا الفرصة هذه الكبيرة والفرصة الجميلة أن نتعرف على تنفيذ مشروع جديد بمواصفات عالمية. معنا يبدأ المياه تجي من محطة الضخ وتبدأ أولا في الحوض الترسيب الأول ثم حوض الترسيب الثاني، يتم ترسيب المواد الصلبة هذه وبعدها تنتقل الأحواض تباعا إلى أن تصل إلى مستوى جزء من النقاوة بحيث أنها تستخدم لأعمال الري. الري طبعا مش الري نحن نستخدمها لأعمال الري المزارع المحاصيل الذي يتم استخدامها من قبل البشر. ويعقد المواطنون الأمل في السلطة المحلية وإدارة المياه والصرف الصحي باستكمال المشروع وعدم تعثره حتى تظهر المدن بالمظهر الجمالي والراقي للزائرين من مختلف المحافظات. جهود طلابية يسخرها المبتعثين في ماليزيا في تقديم دورات تدريبية تسهم في تنمية مهارات نظرائهم لصياغة مستقبلهم وتعزيز مبدأ التطوع في نفوس الشباب عبر إعطاء ما لديهم من خبرات وممارسات عملية في تخصصات مختلفة وصقلها في هكذا مبادرات. وهناك أنموذج برز في الأفق رسم لنفسه هدفا واضحا فكان النجاح حليفا له. نتعرف معا على هذا الأنموذج. علي طالب مبتعث لدراسة الهندسة المدنية في إحدى أفضل جامعات مملكة ماليزيا، جهود كبيرة يبذلها لتنظيم مواد تطويرية وتدريبية لتقديم المنفعة للطلاب الدارسين في ماليزيا. انخرط علي في العمل التطوعي في العديد من الأندية والاتحادات النقابية في جامعات ماليزيا والتي تهدف بشكل أساسي لخدمة الطلاب في بلاد الاغتراب، فهي تقدم فائدة كبيرة على الصعيدين الشخصي والعام حسب ما يقول علي. على الطالب أولا أن يكون مركز بشكل أساسي على دراسته الجامعية طبعا بمختلف مراحلها، ثم يأتي الجانب الآخر وهو مشاركته في الأمور الأخرى التطوعية، مثلا المشاركة في القيادات الطلابية، تنظيم بعض الورش العمل أو الدورات الأخرى. هناك الكثير هم من يمشون على خطى علي وهمهم الوحيد تقديم الفائدة للطالب والرفع من مستويات مهاراتهم، فهذه الفعاليات يكون الإقبال عليها بشكل كبير لما تقدمه من تسهيلات في القبول والتسجيل ووجود رسوم رمزية تناسب الطالب بل وتشجعه لدعوة الكثير من زملائه، كما تحرص على انتقاء مدربين على طراز يثرون حلقات النقاش ويقدمون الكثير من المواد العملية والنظرية التي بدورها تخلق تفاعلا بين المشاركين وتنمي أفكارهم. دور الطالب الجامعي في بلد الاغتراب لا يختلف عن دور الطالب الجامعي في بلاده كطالب جامعي. طبعا من أهم الأولويات أنه تحصيل أكاديمي، أنه يحصل على المعرفة، يكون متميز ملتزم منضبط، هذه الأمور التي نعرفها، ويكون طبعا سفير وصورة مشرفة عن بلاده في بلاد الاغتراب. رقم اثنين، من المهم جدا أن يهتم إلى جانب المعرفة، أن يكون له عمل تطوعي، عمل اجتماعي، يخدم محيطه، يخدم بيئته، يخدم حتى إذا في إمكانية يخدم البلد الذي هو يعيش فيها ويعطي من وقته لتنفيذ بعض النشاطات. الكثير من هم على شاكلة علي، جهد وتنظيم وسعي لخدمة الطلاب وتنمية مهاراتهم. بأمثال هؤلاء الشباب تكتمل صورة التعاون والعمل الجماعي
رغم ظروف البعد عن الوطن. أيها الأحبة، يتمتع بنكهة خاصة بين أهل سيئون وزوارها، فهو أحد الأماكن التي يقصدها الزائر. هناك تجد حاجتك بصناعة محلية بامتياز وبحرفية أبناء الوادي المعروفة. اشتهر باسم سوق الشطف، ولكن يحمل اسم سوق الحرفيين نسبة إلى ما يباع فيها. الكاميرا كانت هناك بين أزقة هذا السوق الذي فيه تباع، وكما عرضناه في أحد الحلقات، منتجات الإطارات التالفة. نذهب معا لنشاهد الإبداع المحلي في سوق الحرفيين. سوق الحرفيين بمدينة سيئون أحد أقدم الأسواق الشعبية في المدينة، الذي تقصده النساء والرجال لما يتمتع به من عرض لمنتجات حرفية محلية يستخدمها الأهالي في البيوت والمواطنين في شؤون حياتهم العامة. هذه الأسواق قديمة من أجدادنا هذه، فنقدر نقول لك أن اليوم يعني هذا وين هذا، خاصة الطفلة واللي أمامك هذه الطفلة وال هذه كلها من زمان يستعملوها، يعني مئات لها مئات السنين مش من اليوم. شوف، اما هذا النايل، هذا النايلون هذا مستحدث، هذا من قريب عاد اجى لما جاء المشمع والفرش، هذه الناس بدات تقطب تسوي منها للاكل، لكنه الصحي هو هذا افضل. ومع التطور الحاصل في المجتمعات المحلية وإدخال الآلات الحديثة في مختلف الأعمال، إلا أن للسوق مكانة خاصة يحتلها بين مواطني حضرموت، ويزورونه بين فترة وأخرى لاقتناء معدات وأواني منزلية وحرفية بأسعار مناسبة. بل وأصبح اقتناء الأواني الشعبية شرطا أساسيا لبعض الأسر الحضرمية في مواسم الزواج. اشترينا مراوض، اشترينا مرابش، اشترينا قدوم، اشترينا بوابير، شوايات، اشترينا حق الدجاج ذي، اشترينا بوابير نوع هذا كبير مظيل، كل الانواع هذه اشتريناها، لا يجي حروف كل حرفيه، يجي حرفيه معاصيد هذه، والمغاريف حق الجمر، وحق الجمر هذا هو، وهذا النوع برضه نوع ثاني، كل شيء لازم نوجد من شان الزبون ما عاد يجي عندك يحصل اللي يبغاه، نوجد هذه البضاعة. وهذا بعض يشلون البرع، هذا الأنواع يشلونها منظر، بعضهم يدخنون فيها عندنا هنا، أكثر شيء يشلون الخارج برع هدايا، وحد يشله اللي عنده بنت بتتزوج برضه يستعمل الأشياء التراثية في البلاد، هذه أشياء تعتبر تراثية، يجيب له بنته هذا الكانون وهذا العزف وهذه الأشياء، شفت قدامك هذا والكانون هذاك اللي قدامك، يعني يجيب الاشياء اللي هي اللي هذاك، لانها اشياء تراثيه وتستعمل برضه في اي حاله من الاحوال. نحن كنا طبخنا كنا عدم الغاز عندنا وكنا طبخنا على الكانون بالفحم. ولا يقتصر دور السوق على ابناء حضرموت فحسب، بل امتد صيته واشتهرت سمعته بين المحافظات المجاورة، حتى صار مزارا لغالبية أبناء الوطن لشراء كل جديد يتعلق بالموروث الشعبي والأواني المنزلية. بينما يعمل بعضهم على تصدير البضاعة الشعبية إلى خارج الوطن ودول الخليج لما لها من أثار صحية وعدم إضرارها بالبيئة المحلية. عندنا هذا المراوط، عندنا المقيش، عندنا الكوابي هذا حق البدو، عندنا كل حاجة تصنع عندنا في البلد هنا، التنانير هذا حق المياه، حق المحل البعير، الغنم، كل هذا يصنعونه في تريم. شفتوا هذا شلون المواطن، شلوا المواطن، بتقل له ثمانه، قل له ثمانه، ما يبشي بضاعة تبعدي المواطن تغطي الأجرة حقه شقاه، شفتوا لا ما تغطي، هلا يتعب على قله، والدولة ما تدعم المواطن، هذا غلط.
ويبقى على الجهات ذات العلاقة الاهتمام بالحرفيين وحفظ الأعمال الحرفية اليدوية المحلية حتى لا تندثر مع التطور الحاصل في المجتمعات وتغزو الحداثة الأسواق الشعبية المحلية. قالها الفنان علي بن محمد في أحد أهم أغانيه التي اشتهرت: ألا ليت الزمن يرجع وراء ولا الليالي تدور ويرجع وقتنا الأول وننعم في بساطتنا. نختتم هذه الحلقة التي رغب أصحابها لاستعادة زمنهم الجميل الذي فقدوه مع زحمة الحياة ومادياتها التي لا تنتهي بافتتاح مقر رياضي يحمل اسم الاتحاد ويقتني ممتلكات الفريق القديمة التي مضت عليها عشرات السنين. بإمكانياتهم المتواضعة وبجهدهم الذاتي وعشقهم الجنوني لكرة القدم، أسست هذه المجموعة من الشباب فريقا رياضيا محليا سمي بالاتحاد، عشقا وطربا لكرة القدم وسط منطقة تاربة الواقعة إلى الشرق من مدينة سيئون، حاملين تسمية فريق سعودي على ذات الصعيد كغيرها من الفرق الشعبية المحلية. الفريق هو تأسس من 2006 ولم يكن له أي مقر، والآن إن شاء الله بعد الجهود هذه الذي اتخذنا باستفتاح هذا المقر لحفظ كل الأنشطة اللي تقوم حق الشباب من كاسات وما كل هذه الأمور، وهو يعتبر الفريق هذا الاتحاد فريق للمنطقة كافة من الجانب الشرقي هذا، وضعنا الاسم رغبة لهم على حسب الشهرة للفريق الاتحاد السعودي، والشباب كلهم اتحاديين، كلنا اتحاديين، وضعنا الاسم على حسب رغباتهم لأنهم يحبوا الاتحاد السعودي. وبفرحة رياضية متواضعة بعيدا عن التكلف والرسميات ووسط حضور أهالي المنطقة، افتتح مقر الفريق مطلع العام الجاري ليحقق فيديو افتتاحه مشاهدات واسعة على منصات التواصل الاجتماعي، والذي اتسم ببساطة أهالي المنطقة وجوهم الودود والحميم وحبهم للرياضة، خصوصا مع مشاركة كبار السن في تأسيس الفريق وإجراء مباريات سابقة فيما بينهم وإعادة الذكريات عبر صور علقت في جدران المكان. في عندنا نقسم لقسمين، في فريق براعم وفريق شباب. فريق البراعم هذا يحتوي على 30-20، أما فريق الشباب ذا كده فريق الأول يحتوي على 50 لاعب وما أكثر وفوق يعني. بالنسبة لحق كبار السن، لأن نحن نقوم باحتفالات كل سنة في عيد الإضحى المبارك، نقوم باحتفالات من ضمنها في الاحتفالات نقوم بمباراة لكبار السن، وفي أيضا زيارات للمرضى وكبار السن، وفي أيضا نعمل في مناسبة نسويها مساء للحضور جميعا. ولا يقتصر دور كرة القدم على الشباب فحسب، بل امتد إلى كبار السن وتشجيعهم لأبنائهم بالانضمام للفرق والأندية الشعبية الرياضية لما تحدثه كرة القدم منذ الأزمنة القديمة، رغم اختلاف مسمياتها من تأثير كبير على مستوى الشاب ومستقبله. نحن نشجع الرياضة في بلادنا كلها، ونحن الحين فتحنا النادي هذا جديد إن شاء الله، ونبغى نضمه إلى الأندية إن شاء الله يكون مستقبله طيب إن شاء الله، يكون يعني يبنى لنا نتائج يعني تمام. نعم إن شاء الله نحن نشجع الكرة، نشجع نادي الاتحاد، نشجع الأندية كلها في البلاد. نحن كان النادي حقنا زمان اسمه الأحقاف، أيام السلاطين زمان اسمه الأحقاف القديم، الحين بدلوا الأسامي حقهم، نادي الاتحاد، نادي الأهلي، نادي، لكن زمان كان الكرة عندنا قديمة، يعني بتقول من كم؟ من قبل الثورة كان اسمه نادي الاتحاد في سيئون. ودور الرياضة في حفظ الشباب زين، تحفظهم إن شاء الله نقوم من سلسلة القات هذه وما اللعب، وإن شاء الله نقول أولادنا محفوظين ما بيننا هنا، ولعل الله أكثر إن شاء الله من هذا كله.
بعدما أحدث فيديو افتتاح هذا المقر لفريق الاتحاد بالساحل الشرقي بمنطقة تاربة ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي. يبقى على الجهات الرياضية ذات العلاقة الاهتمام بالشباب وتطوير الفرق الشعبية والأندية الرياضية ودعمها للارتقاء بالرياضة داخل محافظة حضرموت. إلى هنا نصل مشاهدين الكرام معكم إلى ختام حلقة هذا الأسبوع بانتهاء آخر فاكهة استعرضناها من سفرة الجمعة التي جمعتنا بكم ومنحتنا التواصل معكم عبر الشاشة. ننتظر آراءكم وانطباعاتكم في صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي التي تحمل اسم قناة حضرموت. حتى الملتقى، هذه تحيات فريق العمل، في أمان الله.